نظم مستشفى الملك حمد الجامعي حملة توعوية للكشف المبكر عن أمراض وسرطانات القولون في يومي الأربعاء والخميس الموافق 30 و31 من شهر مارس. وقد تم خلال هذه الحملة عرض مجسم عملاق للقولون يتم فيه شرح ما هي أعراض الأمراض الخاصة بالقولون. التفاصيل في هذا التقرير. كشف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة عن استراتيجية عمل المستشفى التي تضع في أولويات اهتماماتها القيام بالحملات التثقيفية والتوعوية لتقديم أكبر ثقافة صحية ممكنة في هذا الجانب، معبرا بأن المستشفى يستقبل 1500 مريض ومتردد يوميا يحضرون إما لتلقي العلاج في أقسام المستشفى وإما لزيارة مرضاهم في الأجنحة. احنا اليوم عندنا فعالية مال السرطان القولون. اليوم شهر مارس هذا يعتبر عالميا حق توعية الناس بمرض سرطان القولون. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن مرض سرطان القولون زاد عن النسبة العادية وصار تقريبا من أكثر السرطانات شيوعا، خصوصا عندنا في منطقة الخليج، حتى الدول الأوروبية كان عندهم نسبة أكثر. فعشان كذي احنا قررنا في مستشفى الملك حمد ان احنا نسوي الفعاليه هذه، نوعي المواطنين باهميه الكشف المبكر عن السرطان، لان اذا اكتشفنا السرطان مبكرا حل سهل ممكن ازالته. واشار قائد مستشفى حمد الى ان حمله الكشف المبكر عن امراض سرطان القولون التي يقيمها المستشفى تتضمن العديد من الرسائل التي نحرص من خلالها لتوجيه توعيه مباشره للمواطنين والمقيمين المتواجدين في الحملة من خلال تقديم معلومات صحية وتثقيفية حول هذه الأمراض والتي تعد من الأمراض الشائعة في البحرين، وتعريفهم بأن الكشف والتشخيص المبكر يسهم في شفاء الحالات. تعودنا احنا بمستشفى الملك حمد انه نركز على اهميه الكشف المبكر بمختلف انواع السرطان تزامنا مع مارش شهر التوعيه بسرطان القولون. الجديد في هذه الحمله هو جبنا مجسم للقولون على اساس نعرف الناس على جدار القولون وطبقات الجدار وكيف انه تبدا بلحميات بسيطه. الهدف من هذه الحمله انه نكشف هذه اللحميات قبل ما تتحول الى سرطان، فهو السرطان الوحيد اللي ممكن تجنبه بالكشف المبكر. يدشون المرضى من داخل الكولون او الناس يدشون من داخل الكولون ونعرفهم على طبقات الجدار مع الاورام اللي تصيب كل طبقه وشنو الاعراض. طبعا بالبدايه ما يكون مصاحب باي اعراض، فهذا الهدف انه الانسان يكون طبيعي وما عنده اي اعراض هو اللي يكون يشارك بهذه الحمله. وقد ضم هذا المعرض العديد من الأجنحة التي تصب في التعريف بسرطان القولون، بالإضافة إلى مجسم ضخم يوضح للزائرين مراحل المرض وكيفية انتشاره وتحوله لخلية سرطانية. الحملة هذه هي السنة الثانية، الدورية الثانية اللي احنا نسوي فيها الحملة هذه، اللي احنا ناخذ عينات من المرضى وتساعدنا على الكشف المبكر لسرطان القولون. الكشف المبكر لسرطان القولون طبعا يتم بأكثر من طريقة. الطريقة السهلة اللي هو أخذ عينة من الخروج الله يسلمك، علشان إن نشوف إذا في مؤشرات إن في عندنا لحميات أو نتوءات في القولون ممكن تؤدي إلى السرطانات. طبعا في الوقاية من سرطان القولون تأتي بعمل هذه الفحوصات، وفي النهاية عمل منظار القولون اللي أنا أعمله. أنا هاي طبعا دوري ومن أكثر الأشياء اللي أسويها في الإجراءات اليومية اللي نعملها في المستشفى، اللي هو كشف بالمنظار، كشف القولون بالمنظار عشان نكشف عن هذه النتوءات. لأن كل سرطان قولون يبدأ من ماذا؟ يبدأ من نتوءات أو لحميات صغيرة في القولون. وتقدم هذه الحملة أيضا فحوصا مجانية يمكن من خلالها تعريف الشخص المصاب بحالته المرضية من خلال تحليل دقيق جدا لا يستغرق سوى دقيقتين. تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان القولون، أقام مستشفى الملك حمد مجموعة من الفعاليات والاحترازات التي من شأنها توعية المواطنين بهذا المرض وتوضيح طرق الوقاية منه. وللتعرف بشكل أعمق على مرض سرطان القولون، يسعدني استضافة العقيد طبيب دكتور خالد السندي، استشاري علم الأمراض وتشخيص الأورام ورئيس الأقسام التشخيصية وإعادة التأهيل والخدمات الصحية المساندة، والدكتور عمر شريف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناعة
النظير بمستشفى الملك حمد. مساء الخير وأهلا بكم في برنامج باب البحرين. أهلا وسهلا. موضوع جدا مهم، يعني لما نتكلم عن سرطان القولون يعني والعياذ بالله طبعا ما نسمن الإصابة فيه لأحد أكيد. دكتور خالد رح نبدأ معك، لو تعطينا التعريف العلمي لسرطان القولون. أولا شكرا جزيلا على استضافتنا. سمت الله، أعتقد قبل ما نبتدي في موضوع شنو التعريف العلمي لسرطان القولون يبيني بس نعرف شنو هو القولون. بعض الناس يمكن ما عندهم فكرة بالضبط احنا شنو نعني بالقولون، فما أدري إذا ممكن نشوف الشريحة. يعني احنا دائما نقول ان معظم الشريحة البحرينية مصابة بالقولون العصبي، فأتوقع الى حد ما الكل يعرف ما هو القولون يعني، بس يمكن ما يعرف أهمية جهاز القولون. صادق. شوفي سامتي الله، يمكن مثل ما يبين في الشريحة حين الجهاز الجهاز الهضمي هو عبارة عن قناة تبتدي في الفم وتنتهي فتحة الشرج، بالإضافة إلى عدة غدد وأعضاء. نعم. يعني سبورتينج بتكون بالنسبة لها مثل الكبد والبنكرياس والغدد العابية. طبعاً الشريحة أعلى الشريحة ناحية اليمين فوق، إنزين نشوف قدامنا اللي هو القولون تقريباً متر ونص. إنزين لا عدة أقسام تشريحية، يبتدي طبعاً من بداية الزايد الدودية وينتهي عند فتحة الشرج. وهذه هي المنطقة اللي نقصد فيها أمراض القولون. أمراض القولون أو أو أورام القولون هي أي كتلة غريبة ممكن تطلع عندنا، إنزين كتلة غير طبيعية، فيسمونها ورم. إنزين فهاي الورم عبارة يا ما يكون ورم حميد أو ورم التهابي أو ممكن يكون ورم خبيث. إنزين فبشكل عام إحنا عندنا من نقول ورم الناس يمكن يعتقدوننا وإحنا على طول نقصد الورم الخبيث، بينما نسبة الأورام الحميدة يمكن 90% أكثر من الأورام الخبيثة. صحيح. نعم. لو نتكلم عن مسببات هذا المرض بالتحديد دكتور. شوفي سلامت الله، بالنسبة عن أورام القولون على وجه الخصوص، زين وبشكل الأورام حتى بشكل عام ما لها مسبب معين. زين يعني الناس دائما يسألون يقولون شنو سبب الورم خصوصا الورم الخبيث. نعم. زين إحنا دائما نقول في أسباب قد تؤدي إلى، زين لكن في مقولة مشهورة إن إذا أي واحد ما يبي يصيد ورم خبيث أو سرطان لا ينولد أحسن له، لأنه ما في شيء، لأن الخلايا موجودة. بالضبط. نعم. زين يعني حتى وإحنا نتكلم أي شخص عادي يمكن 2 مليون خلية في اليوم تطلع ورمية تعمل معها جهاز المناعة، إنما بالنسبة لأمراض القولون طبعا يمكن الجينات أو التركيب الجيني يشكل نسبة اللي هي الأكثر وضوح حق العلماء والأطباء، يقول لك أوكي إذا عنده استعدادات جينية أو نوع معين من الأمراض الجينية زين تؤدي إلى إصابة بأورام القولون. زين هاي عددها يمكن ما يقل عن 5%، الغالبية العظمى 90 أو 95% هي يعني نتيجة عدة عوامل تتقاطع مع بعض تكوين الورم الخبيث. نعم. من أهمها طبعا وجود اللحيميات الحميدة اللي تكون موجودة، يا ما تكون وجودها نتيجة أورام جينية تصيب بعض العوائل أو أنها تكون بشكل عام. وأهم العوامل اللي ممكن تساعد على تطور الورم الخبيث من الورم الحميد اللي هو العمر، لأن مع الوقت هاي اللحيمية الحميدة يمكن تأخذ لها من 10 إلى 15 سنة عشان تتحول إلى ورم خبيث، يكون في دامجز في على مستوى الجينات. فتأخذ وقت. يمكن عندنا صور على الشاشة عن شكل القولون ومراحله. أيضا شوفي الله يسلمك، بالنسبة للصورة من ناحية نبتدي من اليسار هو مقطع زين للقولون يتبين في الغشاء المبطن نظيف ما في أي شيء. لو تشوفين ثاني واحدة من اليسار تبتدي تطلع عندنا هاي النتوء البسيط. إنزين وهذه في حد ذاته هو شغلة حميدة، إحنا إذا تم اكتشافه في ذي المرحلة أو حتى المرحلة اللي عقبها عقب ما صار كنا شكله كنا مشروم. إنزين إذا تم اكتشافها مبكرا واستئصالها فإحنا منعنا وجود المرض، يعني مو بأن إحنا بنكتشف المرض في مرحلة بدائية، لا احنا اكتشفناه قبل ما يصير حتى ورم خبيث ويستأصلونه، فيعني معناته ان احنا منعنا حدوث الورم الخبيث. نعم. يمكن دكتور عمر هني انتقل لك، نتكلم عن المراحل اللي تؤدي الى الاصابه بالمرض، لان مثل ما قال الدكتور يعني هو ممكن احنا وي بريفنت ذس ان احنا نمنع حدوث هذا الشيء، فما هي المراحل المؤديه الى مرض سرطان القولون؟ وتشوفوا مثل شكرا على الاستضافه طبعا في برنامجكم الكريم. طبعا مثل ما نكمل على كلام الدكتور خالد على مراحل تطور المرض، طبعا المرض هذا يتكون دائما من النتوءات اللحميه. نعم. نحن نتكلم عن مراحل التطور، العامل الرئيسي هو العامل الوراثي، وطبعا مثل ما نقدر نقول تبدي من نتوءات صغيره. النتوءات الصغيره هذه المريض ما يحس فيها كلش، ما عنده ولا اعراض ولا عنده اي شيء، يمكن انه يقول اوه تعال ترى انا عندي هالشيء،
ولازم اروح اشيك عنه، لا يكون ما عنده ولا شيء. فمن كذي احنا نقول الوقايه خير من العلاج. راح نقدر احنا متى المريض بيصير عنده اعراض، صار عنده اعراض لين يكون المرض خلاص الورم صار كبير، نعم. صار في تقرحات، صار في نزيف، صار في نزول في الوزن، شغلات من هاي من هالقبيل، عرفت شلون؟ فدائما احنا المراحل تطور المرض بدي من تؤات لحميه الى تؤات كبيره الى السرطان. فطبعا الوقايه هي خير شيء، وكيف احنا نوصل حق الوقايه؟ طبعا هذه هو نظام حياه صحيح. ممكن التغذيه مهمه الدكتور، يعني لو نتكلم عن التغذيه شوي. التغذيه طبعا مهمه، زين دائما نتحدث التغذيه بشكل عام مهمه حق اللايف ستايل، حق مو بس حق صحه الجهاز الهضمي، حق صحه البني ادم بشكل عام. زين احنا شلون نقدر التغذيه شلون تكون مهمه؟ طبعا عندنا في اكلات معينه تقدر تكون مفيده للجهاز الهضمي، مثل ما احنا نقول الالياف، الكميه اكل كميه الياف 20 الى 30 جرام في اليوم تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي. وهذه الشغلات اللي هي مثل ما قال دكتور خالد في عوامل بيئيه وفي عوامل وراثيه. العوامل الوراثيه ما عندنا اي تحكم عليها، والوقايه تقدر تكون بالكشف المبكر، بس العوامل البيئيه هاي اللي في يدنا احنا. شلون نوصل حق العوامل البيئيه؟ ناكل عدل، ناكل اكل مثل الالياف كثيره، المواد اللي فيها مواد المضاد للاكسده، يعني شنو الفواكه، الفراوله فيها مثلا، الفلفل، يقول ابوي الفلفل ترى مو بزين حق البطن، انزين لا بالعكس اذا ما عندك اعراض حق البطن بالعكس هي مضادات اكسده. الامور الطبيعيه صحيه، هي المصنعه الغير صحيه. هاي الفلفل المصنع الغير صحي، الفلفل اللي هو احنا نسميه الفلفل العلوب وايد زين، وايد زين في مضادات الاكسده، وايد مهم. وبالعكس هاي الشغلات طبعا الشغلات اللي مو بزينه حق الجسم الانسان مثل شنو؟ مثل اللحم الاحمر. يعني يقول بيه تعال كل يوم واحد يضرب له تكه وغوزي ولحم عربي ومتاخر في الليل بعد، ومتاخر في الليل ما يقدر القولون يهضمه. في دراسات معينه اصلا كانت في لها علاقه، ولا ما اقدر اقول مسببات، بس في علاقه مع اكل اللحم الاحمر بكثره والوصول الى سرطان القولون. فانا نصيحتي دائما حق مرضاي اكل الياف وايد، اكل خضره وفواكه وايد، اكل بكميات بسيطه، حافظ على وزنك وسوي رياضه، واللحم الاحمر مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين وبس. وهاي بتكون انت زين حق صحتك، صحه القلب، وحق صحه الجهاز الهضمي والوقايه من الامراض ايضا. يعني هو معروف ان اللحوم الحمراء جدا صعب هضمها في الجهاز صحيح. الهضمي، فاحنا لازم ما ناكلها في وقت متاخر في الليل. يعني احنا وعندنا للاسف بس هو مو الوقت متاخر ان الواحد يخف منها، يخف يعني منها اكيد، يخاف في كميتها. بس في ناس ياكلون في اليوم يمكن ثلاث مرات صح لحم، يقول لك انا تعودت اكل كذي، عارف شلون؟ وفي نفس الوقت تشوفينه لو ياكل ويلعب رياضه او يتحرك كم نقول اوكي تلاقي يمكن ياكل وما ياكل بس ما في بالانس، ما في توازن. يعني دكتور خالد نرجع احنا نتكلم عن جهود مستشفى الملك حمد في التوعيه بمرض السرطان. يعني شفنا حمله شيك، واحنا نعرف ان الكشف المبكر عن امراض السرطان هي خير، يعني خير سبيل للعلاج النهائي، خلينا نقول اسرع طريقه للعلاج ان انت تكشف مبكر. خصوصا احنا في ثقافتنا نسمي السرطان بالخبيث. صدقتي. خبيث معناته احنا ما نحس فيه، يتسرب الى جسمنا ويتكاثر ويكبر بدون ما نعرف. فإذا الكشف المبكر، ونؤكد على أهمية الكشف المبكر، هو الأهم في شفاء المرضى. فكلمنا عن جهود المستشفى في هذه إن شاء الله. أنا سلمت شاء الله، بس حبيت يعني أكد الكلمة اللي أنت تفضلتي فيها. نعم. إحنا مو بس الكشف المبكر، يعني إحنا في نقطتين لهاي البرنامج، زين اللي هو البريفنشن اللي هو إن إحنا نمنعه تماما. نعم. والإيرلي ديتكشن اللي هو إذا كان في ورم خبيث إحنا ممكن نكتشف في مرحلة بدائية. نعم. بس الهدف الأساسي من هذه الحملة هو ان احنا نكتشف مسببات هذه الاورام قبل ما تصير مرض خبيث. نعم. زين احنا قاعدين ندور هاي اللحميات، عرفت شلون؟ فيمكن انا المسج بوصلها حق الجمهور الكريم ان احنا يا جماعه اللي نقول لكم ساهموا في اي حمله للتوعيه عن الكشف المبكر، سواء حتى عن سرطان الثدي. يمكن اللي يختلف سرطان الثدي هو موجود ما تقدر تغيره، انما احنا بالنسبه لسرطان القولون احنا ترى نقدر نتحكم ونوقف هاي المرض، انه ما يتحول من حميد لخبيث. يعني انتم عندكم يعني فرصه كبيره ان انتم اساسا تعيشون حياه طبيعيه 100%. اول ما يكتشف هاي اللحميات ويتم استئصاله فانت طبيعي حالك حال اي واحد ثاني يمشي على الشارع. من هاي المنطلق ان شاء الله احنا شفنا يعني مستشفى فتح في 2012 او الخدمه المخبريه هاي اشارت في 2011 تمام. بدينا نشوف الإحصائيات 11 12 13 14 15 ازدياد الأورام الخبيثة بشكل عام، وفي نفس الوقت يعني معدل وجود سرطان القولون قاعد يصير هو نمبر 2. يعني المرأة عندها أول شيء سرطان الثدي، بعدين إلى القولون، بعدين تيلا أشياء ثانية. زين نفس الشيء ريال، أول شيء مثلا إلى الرئة،
بعدين القولون، بعدين تشوف يبي له بروستيت ولا يلا شيء ثاني. زين، فدائما نشوف ان سرطان القولون يتصدر المرحله الثانيه. الناس عندها تخوف او رهبه، لان في النهايه مثل ما احنا ما نبي المريض يقول يروح حق دكتور عمر يقول له ايش في، يقول له والله انا بطني انفخ، ولا اطلع لي كتله، ولا الله يعزك ينزل علي دم في الحمام. هاي معناته انت وصلت مرحله متقدمه. ايش بنسوي لك؟ يعني المشكله ان حوالي 75% من المرضى اللي يزورون المريض ويتم اكتشاف الورم فيهم هم خلاص وصلوا مرحله ان الورم طلع من جدار القولون راح حق الـ 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 الاحشاء، وممكن يكون انتشار في جسمه. صح. زين، فمن هاي المنطلق والحمد لله يعني انا اشوف تفاهم قائد المستشفى سيدي اللواء طبيب سمام بن عطية الله الخليفة اعطانا يعني مثل ما تقول سبورت ان احنا ليتس دو ات. زين، خلينا ناخذ احنا يعني المجال ان احنا نفتح ذي الموضوع. فاحنا بدينا عده حملات توعويه يمكن من 2013 2014. انزين، و2015 كانت في سيتي سنتر اللي احنا حاولنا نجيب القولون اللي روينا عندنا في المستشفى بس ما قدرنا. فهالمره قلنا لا، يعني احنا في عندنا عزم ان احنا ننشر هاي الثقافه. فقام تيم كامل، ما بقول واحد او اثنين، في كادر طبي، كادر صحي مساعد، العلاقات العامه، تدريب اكثر من جهه معنيه في المستشفى وخارج المستشفى، مستشفيات حكومه مثل السلمانيه، قوى الدفاع، مستشفيات خاصة، الكل حاول انه هو يتعاون. فعلا احنا عندنا عدو واحد. زين، والناس اعتقد ان احنا من دورنا ان احنا نثقفهم. فبدت هاي الحملة تقريبا من 3 سنوات، والحمد لله اخر حملة كانت الاسبوع اللي فات اللي هو 30 و31. وعلى عكس الحملات اللي راحت شفنا اقبال، اول يوم كان عندنا 140 واحد. نعم. واليوم اللي عقبه يمكن هاي العدد بعد زاد وتضاعف. فحسين ان الرهبه من ال يعني من اي حسين ان الناس بداوا يفهمون ان في شيء لازم ياخذون ال يعني يمكن هاي ياخذني دكتور عمر لسؤال جدا مهم. بما ان هناك اقبال، هل تعتقد ان المواطنين عندهم وعي بامراض القولون واهميه الكشف والى اخره؟ طبعا هو وعي المواطن، طبعا هاي في اكثر من دور ان احنا نوعي المواطنين على مشاكل القولون. في المشكله ان احنا ان شاء الله نحن لازم نوصل الى اساس المشكله هنا، وهو طبعا توعيه الناس انهم يجون قبل ما توصلهم تصيرهم اعراض هالمرض، وان يكون في حزتها المرض يكون منتشر. كيف حنوصل لهالموضوع هذه؟ بهالبرامج اللي احنا ساهمنا فيها من صوبنا في المستشفى، والاعلام يساهمه، وقعدتنا احنا اليوم هنا. هاي طبعا اكثر دليل ان احنا في يعني نحاول نحن نوعي الناس بهالمشاكل القولون هذه. المشكله ان الشغله لازم نوصل احنا حق نوعي الناس انه يميون قبل ما يصيدهم المرض. شلون؟ المشكله انه في تخوف من الناس، انا ترى ما فيني شيء. ثقافه، احنا قلنا خلف الهواء قلنا انها ثقافه. ثقافه هي. نعم. ثقافه، لازم ان الواحد يقول انا الحين ما فيني شيء، تعب بروح اشيك يطلع فيني شيء. لا، الشغله انه اذا شيكت الحين نقدر نستأصل هاللحميه الصغيره، بعدين خلاص نوصل انه خلاص انت هني تقي الجسم الانساني يوصل لين المراحل المتقدمه اللي تحتاج عمليات، تحتاج علاج كيماوي، لا سمح الله، علاج اشعاعي. نعم. وفيها يعني معاناه كثيره. كلتوها تقدر نوقفها كامل بان احنا نقي الانسان باستئصال هاي اللحميات في بدايته. فالوعي وايد مهم، وهي وظيفتنا كاطباء وكاعلاميين، ويعني ان احنا نوصل لهي الدرجه. يعني لو بتكلم دكتور اكثر عن الثقافه، يعني احنا دائما كشعب من يصيدنا شيء يقولون اوه فيك القولون العصبي، في مثل ما ذكرت. صح. مسبقا يعني ان اي شيء له دخل بامراض الجهاز الهضمي نربطها بالقولون العصبي. فخلينا نتكلم شوي عن التوتر والعصبيه والى اخره، ما هي تاثيرها او هل تؤدي فعلا الى امراض السرطان؟ شوفي، التوتر والاكتئاب وهذا كله يؤدي الى ماذا؟ الى نزول مناعه الانسان. صحيح. اوكي، فنزول مناعه الانسان تؤدي الى الوصول الى شغلات مثل مثل ما قلنا المناعه، هي اللي احنا في 2 مليون خليه سرطانيه يتم القضاء عليها بالجهاز المناعي. فالتوتر هذا يؤدي الى انخفاض المناعه، ويؤدي الى ازدياد فرصه الاصابه بالامراض. صحيح. بشكل عام فالجانب النفسي يكون التريجر حق المرض، هو التريجر حق المرض. بس ما بيانا زايد وايد من شغله ان اهميه هاي الشيء. طبعا هاي عامل معين، بس العامل الثاني المهم ان الواحد يفرق ترى بين ان هذه ترى قولون عصبي وهاي مرض عضوي. فدائما لازم انت اذا في عندك امراض في القولون والام في المعده او شغلات مثل دم في الخروج، نزول في الوزن، الام في اسفل المعده، لا تقول ان ترى هاي قولون عصبي ويقولها من التوتر. لا، روح شيك، روح سأل الطبيب مالك، لأن يمكن هذه تكون أعراض مرض وليست بس توتر وعصبية. نعم.
يمكن برجع لك دكتور في هذه النقطة، بس دكتور خالد لو تطلعنا على أعداد المصابين في البحرين بهذا المرض، يمكن راح تطلع إحصائية لنا على الهواء إذا المخرج يحطها لنا لو نشوفها، بس دكتور تكلمنا عن أعداد المصابين عندكم في المستشفى. زين، يمكن أنا أرجع مرة ثانية للحملة مالتنا. زين، حملة السنة اللي فاتت زين كان حوالي تقريبا 1780 مشارك. زين، طبعا تم استبعاد جزء منهم اللي هم تحت سن ال 45 اللي هو التارجت مالنا. زين، حوالي 800 منهم خذوا الفحص. زين، اتصور اذا ما خانتني الذاكره حوالي 300 وكسور طلع الفحص بوزيتيف عندهم. اوكي. زين، هذين الجماعه تقريبا 22% منهم يعني مع الافورت اللي سواها الدكاتره مثل الدكتور عمر يحاولون يقنعهم حق ياخذون فحص القولون. تسعة منهم طلع عندهم لحميات شالوهم باك تو نورمال. اوكي. واحد منهم طلع كان عنده ايرلي كانسر، مجرد استئصال انتهى الموضوع، محتاج للمراحل الاخرى، محتاج اي شيء ثاني لا كيماوي ولا اي شيء، مجرد الحين يتابع ريال من احسن ما يمكن. وفي جزء منهم اكتشفوا انه عندهم امراض ثانيه وما رايحين جايين فيها عشان ما يدرون ايش فيهم. زين، هاي بالنسبه عن 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 الاعداد اللي في الحمله. حسب احصائيه 2008 ل 2014 كان احصائيه حين اخيرا معنا على الهواء. اي نعم. زين، تشوفين مثلا البحرين هي رقم 2 عندنا بالنسبه لدول الخليج، يمكن قطر قدامنا واحنا رقم 2 بالنسبه لعدد اللي هو سرطانات القولون. نعم. زين، لو ارجع مثلا حق الشريحه اللي عقبها لو سمعت اذا فيه مجال، ما ادري اذا تبين ولا لا. نعم. زين، بس قاعد نشوف ان هاي الاعداد في ازدياد. زين، والحل الوحيد ان احنا يعني المفروض انه يكون في عندنا مجهود جاد ان تكون في حمله منظمه وطنيه. زين، يعني مثلا في امريكا بداوا هالكلام في 92. زين، 92 بداوا هاي الحملات منظمه على مستوى العالم. زين، هي كلها عينات خروج بسيطه بتعطيها مره واحده كل سنه. زين، يعني ما تكلفك اي شيء. زين، بينما تول سيفيو يعني ميزرابل جيرني مثل ما يقولون. اي نعم. هاي بالنسبه اول ما فتحنا المستشفى لو تلاحظين من 2011 كان طبعا مجرد سوفت اوبننج في شهر اوغست. لو تلاحظين معدل هاي كلها الاورام السرطانيه اللي شفناها، شوفي 2014 وين دقينا. ايه. 2015. زين، يعني فوق ال 400. هاي انا قاعد اتكلم مستشفى واحد، مستشفى الملك حمد بس، هاي الاحصائيات اللي عندنا. زين، لو تشوفين 84 حاله منهم أمراض سرطانية الجهاز الهضمي اللي هو تقريبا فوق 90% منهم سرطان القولون. نعم. زين، احنا ليش هل ان ب 2016 البار هذا يزيد؟ طبعا لا. زين، فهاي كان يعني هاي واحدة من أهم أهداف الحملة. يعني دكتور يمكن بذكرك للدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، هي مو بس صارت كشف مبكر، صار نظام حياة عندهم، إنه صار إجباري إن المريض يمر بهذه الكشف سنوياً، إنه it's part of their system. يعني صح، صار نعم. system. صار حتى في الانشورنس. أي صار في الانشورنس موجود. نعم. يعني نعم. فمن كذي صار عندهم كشف مبكر. صح. أكثر حالات يعني تشفى أكثر. صح. بس أحب أتكلم عن نقطة دكتور، لو نرجع دكتور الجانب النفسي للمريض، يعني هل مستشفى الملك حمد او انتم كاطباء مؤهلين ان خلينا نقول تعالجون ايضا الجانب النفسي للمريض، تتعاملون معه، تراعون نفسيته، خلينا نقول خصوصا بعد اصابته بمرض السرطان، الناس صاروا وايد يخافون، مع ان احنا لو المرض تم اكتشافه في مراحل متقدمه يؤدي الى الشفاء في نسبه كبيره يعني من الشفاء، خصوصا سرطان القولون. نعم. سرطان القولون من السرطانات اللي حساسه جدا للعلاج الكيماوي وعلاج الاشعه. وطبعا الوقايه وكشف المنظار واستئصال المنظار، هاي طبعا وقايه ونمنع تكون المرض، حتى لين تكون المرض استئصال يمكن نقضي عليه تماما، وبعدين حتى اذا كان في مرحله متقدمه وحتى في انتشار بسيط الى الكبد في بعض الحالات يمكن الشفاء تماما. احنا نقول دائما نقول السرطان دائما نقيس السرطان يؤدي الى الوفاه، وهذا الشيء مو دائما صحيح. زين، في حالات كثيره يؤدي لهذا الشيء، بس في حالات كثيره الشفاء تماما، خصوصا في سرطان القولون. الجانب النفسي هيك احنا وظيفتنا كاطباء، الجانب النفسي دائما جانب مهم، نتكلم مع المرضى، نشرح لهم، نقول لهم شنو فيكم، نشرح لهم، نعاصر معهم الرحله كامله من اكتشاف المرض الى
نصيحتنا إلى شنو بيكون العلاج إلى الشفاء التام إن شاء الله. نعم. فهي دائما هذه طبعا شيء مهم جدا. يعني دكتور خالد احنا ايضا ما نبي مشاهدينا تصيبهم حاله من الهلع، لان احب اقول ان امراض القولون يعني اذا تكلمنا عن الاي بي اس، كلايتس، كرونز والى اخره، اعراضها تتشابه مع المراحل المتقدمه من السرطان، وممكن ايضا اذا تم اهمال هذه الامراض، لان تقرحات الكرونز اذا تطورت ممكن تتحول الى سرطانيه بسبب، خصوصا الاعراض هي عباره عن نزيف من القولون والى اخره. فاحنا يعني اذا وصلنا لهذه المرحلة شنو تنصح المريض؟ يعني هل يروح لاستشاري مثلا أمراض سرطانية لو كانت عنده هذه الأعراض، أم يروح لأمراض القولون؟ يعني شنو ممكن يسوي في هذه الحالة؟ سلام إن شاء الله. في نقطة وايد مهمة أنت أثرتيها، طبعا الوعي الثقافي والكالتشر الموجود عندنا. زين، مثلا أنا حين فرضا عندي خلينا نقول كرونز ديزيز أو السراتف كولايتس، أو واحد من الأمراض اللي مو بالشرط تكون مرض ما بقول خبيث بس متعبة ورق. أيضا إيه متعب أكيد. نعم. زين، إحنا مشكلاتنا هاي يسمونها الميديكال شوبينج، يعني طبعا هاي الأمراض مزمنة وتحتاج صبر، ويمكن أرجع أقول إن فعلا دور الطبيب لشرح هاي الكورس مال الديزيز، إن هذا something like long term وبيكون عندك انتكاسات وهالكلام ذي كله، يمكن هذا يكسر البارير بين الطبيب والمريض. تمام. بس اللي إحنا نشوفه إن بعض المرضى ما عندهم الصبر الكفاية، يقولت والله أنا ما قاعد استفيد من هاي الدكتور، يقوم يترك العلاج ماله يروح حق واحد ثاني. نعم. زين، بينما اذا استمر مع هذا الدكتور، هاي الدكتور من فتره بيسأله منظار، بيسأله فحوصات دم. زين، ممكن من هذه الاشياء يبتدون يكتشفون لو صار في تغيرات سرطانيه، لا يقول بيكتشف هذا الدكتور، بينما كانه ياخذ الكيس مالته كله ويروح حق واحد ثاني، مو بالشرط انه على ادراك كامل. عرفت شلون؟ فتشابه الامراض هاي شغله وارده، وكل الاطباء يعني يعرفونه، خصوصا اللي هم تخصص الجاسترو اللي هو يعني تخصص الجهاز الهضمي. نعم. زين، عارفين ولها سيستم، يعني انا ما بعالج واحد على كيفي، احنا في عندنا اي بي سيز في الطب، كل تخصص عنده ستاندرد يمشي وجايد لاينز انترناشونال يمشي عليها. بس اتصور يمكن ان الدكتور يعني يعطي المريض حقه مرات انه يشرح، خصوصا الاشياء المزمنه، بحيث انه يتاكد ان المريض طلع من عنده فهم. ما في شيء اسمه اي بي اس. زين، اي بي اس لان تتاكد ان المريض ما في اي مرض عضوي، لما التشيك ليست تنتهي من كل الامراض. نعم. يعني انا اكيد اللقاء جدا جميل وموضوع جدا مهم، اشوف انه هو جدا نحتاج ان نتكلم فيه مره اخرى، بس سعيده بوجودكم معنا في الاستوديو، واتمنى من مشاهدينا ان فعلا يعني يحرصون على الكشف المبكر لمصلحتهم الخاصه، لان الشفاء باذن الله موجود، وبالصبر ايضا، هذه نصيحتي للمشاهدين، بالصبر وبالايمان بالله اكيد كل شيء راح يصير. يعني كان معنا طبعا العقيد الطبيب دكتور خالد السندي، استشاري علم الأمراض وتشخيص الأورام، ورئيس الأقسام التشخيصية وإعادة التأهيل والخدمات الصحية المساندة، وأيضا دكتور عمر شريف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الملك حمد. شكرا لكم. حياك الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كانت هذه فقراتنا لبرنامج باب البحرين، نلقاكم على خير غدا بإذن الله، ومع السلامة.